السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، سنن منسية، سنن منسية، هذا هو برنامجنا الذي أحاول فيه أن أذكر نفسي وإياكم في كل مرة بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم غفل عنها كثير من الناس أو نسيها أغلب الناس. نحاول أن نحييها، نحاول أن نجددها، نحاول أن نعمل بها، رجاء أن يرضى الله جل وعلا عنا ويرزقنا رفقة النبي الذي اقتدينا به وسرنا على نهجه واقتفينا أثره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ومعنا بأمر الله جل وعلا في هذا اللقاء سنة منسية وإن كانت سهلة يسيرة، صلاة بلا تعب، صلاة بلا تعب، صلاة بلا جهد، تغتنم بها وقتك وتقترب فيها من ربك وتتبع فيها سنة نبيك وتكون قد أخذت أجر إحياء هذه السنة. صلاة بلا تعب، وانت جالس في السيارة، وانت راكب على الموتوسيكل، وانت راكب على الدراجة، وانت مسافر في القطار، وانت قاعد في الطائرة، تصلي السنة وانت جالس مع إيماء يسير، ركوع بلا تعب، سجود بلا تعب، توم إيماءة خفيفة عن الركوع وإيماءة أكثر منها عن السجود. عشان كده سميت هذه السنة صلاة بلا تعب. ففي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله النبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته. راحلة اللي هي الدبة، عزك الله، الحمار، الجمل، الناقة، الخيل، الفرس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة، يعني الفريضة، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. مش بقول لك صلاة بلا تعب، صلاة معروف من شروط صحة الصلاة، الطلبة بيدرسوا كده، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، من شروط صحة الصلاة القيام مع القدرة. حتى لو انت تستطيع صلي وانت جالس، حتى لو انت تقدر انك تسجد ممكن تومي بس، حتى لو انت تقدر انك تستقبل القبلة ممكن ألا تستقبل القبلة. كل هذا في صلاة النافلة فقط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، على الدابة، على السيارة بتاعتك، في القطار بتاعك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، هذا ثابت في سفر النبي عليه الصلاة والسلام، حيثما توجهت به، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنسية وإن كانت يسيرة، التي غفل عنها كثير من الناس وإن كانت بلا تعب بل بلا جهد يذكر. حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في سفره على دابته، وكان ركوعه بإيماء وسجوده كذلك بإيماء أكثر منه أخفض من الركوع. عود نفسك يا عبد الله أن تكون الصلاة قرة عين لك، ما تسيبهاش. مسافر سفر طويل، من بعد العشاء مسافر لغاية الفجر، ما تقوم الليل وانت مسافر، مسافر حتى الصبح عشان تلحق الشغلانة الصبح، وحان وقت الضحى والشمس طلعت، ما تشغلش نفسك بالشمس وحرها، وتحط اشغل نفسك بصلاة ركعتين ضحى وانت جالس، وانت في السيارة، وانت مسافر، وانت في الميكروباص، وانت في القطار. عود نفسك انك تصلي السنن، الوتر، انك تصلي قيام الليل، انك تصلي ضحى، ان تصلي وانت مسافر في سيارتك. اسمع، تستغل بذلك وقتك اكتر. المسافر يعمل كده وينام، يمسك كتاب مثلا شويه ويقرا شويه وبعدين ينام. استغل وقتك، استغل وقتك، اغتنم وقتك بان تصلي وانت مسافر صلاه النوافل، صلي الضحى وانت مسافر، قيام الليل، سنه الفجر اللي فاتتك، الوتر اللي هيضيع عليك، صلي وانت مسافر، تكون قد احييت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تكون قد اغتنمت وقتك في مرضات الله جل وعلا، تكون إن فعلت ذلك، أنا بقولك هو فعلت ذلك أمام الناس وانت راكب في السيارة والميكروباص، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، حد يكلمك يعرف أنك حاطط إيدك وبتصلي،
دعوت غيرك دعوة عملية وربك أعلم. مش رياء، مش رياء، ربنا أعلم باللي في نفسك، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفور. أقول لك كمان، مش بقول لك أحييت سنة نبيك، اغتنمت وقتك، دعوت غيرك بإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بعدك بيسألك بعد ما تسلم تقول لي أنت كنت بتعمل إيه؟ أنت كنت بصلي السنة. هو ينفع؟ أه ينفع، ده من سنة النبي أن نحييها، أن نصلي ونحن على سفر ونحن على الدابة ونحن على السيارة، بس ده في السنة مش في الفرض، في المستحب مش في الفريضة، لأن الفريضة لابد من استقبال القبلة ولابد من الركوع والسجود والقيام مع القدرة، فتعلمه ذلك. واسمع الأخير دي، وتكون بذلك قد بعدت عن المعاصي. من تركب السيارة واحنا في مصر، الميكروباص معدي ولا السيارة معدي على الطريق، تبص على دي وتبص على الرايح، تبص على البنت اللي قاعدة قدامك، ولا تكلم الراجل اللي جنبك، ولا تفتح في المحمول وتشوف أي، اشغل نفسك بمرضات الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. تستقر عينك، تهدأ، تسكن، تستريح، رايح تقضي حاجتك ومسافر، صلي ركعتين، وين بهم أن يقضي الله حاجتك؟ توسل بهاتين الركعتين إلى ربك، صلي الضحى واخشع في صلاتك، توسل إلى الله جل وعلا بهذا العمل. أنت مسافر بالليل، فرصة، لا سيما لو كنت وحدك، وقد رأيت ذلك من مشايخنا وعلمائنا. ما رأيت الشيخ مصطفى العدوي شيخنا حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يزيده قبولا ونفعا وسدادا، ما رأيته يوما مسافرا على كثرة أسفاره وكثيرا ما سافرت معه، ما رأيته يوما مسافرا إلا يقوم الليل وهو يصلي، يقوم الليل وهو مسافر، ما تضيعش الوقت. ممكن بعد السفر وانت راجع من السفر مجهد وتعبان هتروح تنام، ممكن ما تلحقش تتوضأ، أو ممكن ما تلحقش توتر، ما تصلي وانت مسافر، أوتر وانت مسافر، تهجد وانت مسافر، واغتنم تنزل ربك في هذه الساعات، فهذه سنة منسية أن تصلي على دابتك. وأنا أقول لكم بالله عليكم، هل رأيتم أكرم من الله؟ هل رأيتم أجود من الله؟ هل رأيتم أطيب من الله؟ هل رأيتم أجمل من الله؟ الله جميل، الله طيب، الله كريم سبحانه وتعالى. لو تقربت إليه بطاعة يسيرة، صلاة بلا تعب، تصلي وانت مسافر، لا تقوم ولا تقعد ولا تتحرك، ولا وانت قاعد مكانك بس حطيت إيدك على صدرك، حتى لو انت سايق السيارة قول الله أكبر وامسك السيارة، مش شرط تحطها على صدرك، وصلي انت بتدوس بنزين وبتحرك وبتعمل الفتيس ولا بتعمل الدبريش وانت ماشي، مش مشكلة، مش تعب، حركة يسيرة، بس صلي وانت مسافر، سيذهب الله عنك النوم بدل ما تنام وتعمل حادثة. حتى لو كتب الله أجلك تموت وأنت مصلي، حد يطول، تلقى الله جل وعلا مصليا راكعا ساجدا لتبعث يوم القيامة أمام العالمين مفتخرا بتلك العبادة. حميت نفسك من الذنوب والمعاصي، شغلت نفسك بمرضات الله جل وعلا، سيستجيب الله جل وعلا دعوتك، ويعطيك الله جل وعلا أجر إقامة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويوسع الله جل وعلا رزقك، ويقضي الله جل وعلا حاجتك، ويسر الله جل وعلا أمرك، وتكون قد قرت عينك بلقاء ربك، بالصلة بربك، شحنة إيمانية وأنت مسافر، كما قال جابر بن عبد الله في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجهت به. أنت ممكن لما تبدأ تكبر تتجه للقبلة وبعد كده تمشي زي ما أنت عاوز، حتى إذا جاء وقت الفريضة نزل فاستقبل القبلة وصلي. احرص يا عبد الله على هذه الصلاة اليسيرة بلا تعب وأنت مسافر وأنت راكب سيارتك، عل الله جل وعلا أن يعطيك تلك الأجور ومن فوق ذلك إحياؤك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل كل هذا وبعد كل هذا، رضا ربك عنك وحبه لك. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم على إحياء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.